السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من برنامجكم مباشرة مع الهلال. اليوم طبيعة الحال مباراة اللي كينتظروها المغاربة كامل ماشي غير الوداديين، ماتش صعيب بزاف ولكن حتى شي حاجة مستحيلة في كرة القدم. فريق الوداد الرياضي يعني القلوب ديالنا مع هذا الفريق هذا ومع هذا اللاعبين هذا من أجل العودة بالتأهل. لماذا؟ والفريق يتوفر على عدد ديال العناصر اللي بواحد المستوى عالي مقارنة مع باقي الفرق في القارة الإفريقية. فريق الوداد الرياضي يتوفر على تشكيلة مثالية ولاعبين احتياطيين في مستوى كبير، يعني بإمكانهم أنهم يعطوا الإضافة في أي لحظة اعتمد على المدرب. اليوم غادي يكون بعض التغييرات في التشكيلة ديال فريق الوداد الرياضي خاصة في الدفاع، كذلك في الهجوم غادي يكون تغيير، يعني جوج العناصر، واحد في الهجوم واحد في الدفاع اللي غادي يكونوا يعني اليوم هاد لي بوست اللي غادي يكونوا فيهم تغيير. إذا التشكيلة ديال الوداد كيف كنعرفوا، حراسة المرمى التاكناوتي، كاين في لادروات العملود، في لاريير كوش عطية الله، في لاكس سونترال كاين أشرف داري وفرحان، قدامهم كاين جبران وليد الكرتي والحسوني في لي ميليو تيران أوفونسيف، وفي لاطاك كاينين ثلاثة ديال اللعابة اللي هما مصوفة في اليسر مكان اللافي وناجم في اليمن والكعبي قلب هجوم. يعني انتم غادي تقولوا لنا كيف جاتكم هذه التشكيله هذه، واش راضين عليها او لا. هذه التشكيله اعتقد ان هذه التشكيله اللي غادي يدخل بها اليوم البنزرتي، كذلك مع التواجد ديال سكوما، نتمنى ان سكوما يدخل اذا استحصل الامر على اللاعبين ديال الوداد. فبطبيعه الحال خص يكون عندك واحد اللاعب في وسط الميدان اللي يمكن له يلعب الكره كيف كنقولوا كره قريبه ولعب ثنائيات ويجي توغل واللمسة الأخيرة. هذا اللي كننتظره إن شاء الله، عندنا أمل كبير إن شاء الله في اللاعبين باش يفرحونا في هذا الماتش هذا، لأنه المغاربة كلشي تيتسنى، جمهور الوداد كلشي باغي يخرج يحتفل يعني فرحا، هذا حق ديالهم مشروع، ونتمنوا التوفيق لفريق الوداد الرياضي في المباراة ديال اليوم. إذا كيف قلت تشكيلة باينة، تشكيلة كنظن أنه فرحان في الماتش الأخر مع بركان باين على مستوى جيد، وحتى في الكرة الطويلة يعني بالراس كنقدر نقول انه احسن من ابو الفتح، لانه ابو الفتح لاعب اللي يمكن له تعتمد عليه ولكن دار بعض الاخطاء، كانت بعض الامور، فلهذا حتى البنزرتي يعني ملي غتلعب فرحان مع داري تنظن انه فرحان مثبت، عجب الجمهور كامل وقالوا بانه ربح في الوقت اللي كانت الصفقة ديالو في الاول كلشي ما عاجبهاش، ولكن طلع هو احسن من عدد من الصفقات اللي دارت. فطبيعة الحال داري مع فرحان في لاكس يعني غادي تكون ثقة أكثر، لأنه تيلعب كرة بالهدوء، تيعرف كيفاش يخرج كرة، تيعرف كيفاش يعطي الوقت اللي يعطي فيه لاباس، الوقت اللي يديكاجي فيه الكرة، وهو قليل ما كيديكاجيش بزاف، عكس أبو الفتح اللي كان كيلعب كواري طوال وداري تا هو تيلعب طويل. إلا كان فرحان حدا داري فغادي يلعبها وغادي يخرجها، وهذا هو اللي كنتمناه ان شاء الله اليوم، انه يحاولوا نخرجوا الكره يعني بسهوله، ونحاولوا ننتقلوا في المرتدات يعني في الهجمات المرتده، يعني ننتقلوا بسرعه من الدفاع عبر الوسط الهجوم يعني في اسرع وقت، خصوصا عندنا لاعبين جوج لاعبين غيكونوا سرع. مصوفه انا اعتقد ان تم صوفه احسن من اللافي في هاد الماتشات هادو، لانه صحيح ولانه كيبينيطري وكيدخل، عكس اللافي، اللافي كينتظر. المهم كاين فرق ما بينه، اذا مصوفه مزيان يكون اليوم لاعب في الجهه اليمنيه، كاين فيها كيف كنعرفوا وناجم الاختراقات ديالو كل يوم متوفق، لانه شفنا الملعب ارضيه كيف داروا ليها، والبارح غوتنا وبقينا تنناديو بالفعل انهم مسؤولين ديال الوداد طالبوا الاتحاد الافريقي بالتدخل واصلاح الملعب قبل المباراه، وبالفعل استجاب الاتحاد الافريقي الكاف وطلب من فريق ديال المسؤولين ديال كايزر تشيفز لانهم يقوموا باصلاح الملعب، وحتى رئيس الكاف اللي هو جنوب افريقي يعني طلب من المسؤولين ديال كايزر تشيفز لانهم يشرفوا كره القدم الافريقيه، وما بغيناش شي حاجه اللي تسيء يعني الكرة الجنوب افريقيا، وهذا شيء جميل هو اللي كنتمناه ان شاء الله، وهذا الشيء كنا كنغوتوا، وهذا الشيء اللي كنا باغين، وهذا الشيء اللي كناديو به، لانه خص دائما المسؤولين يكونوا يعني واقفين على كل صغيره وكبيره باش الفريق ما يتعرضش للظلم، باش الفريق ياخذ الحق ديالو. نتمنى تاكناوتي رجع المستوى اللي حنايا باغين منه،
بطبيعة الحال خاص عدم التسرع، لأنه غادي تماركي، غادي تماركي إن شاء الله، لأنه حنا كنعرفوا دابا الفرقة اللي كاينة في الوداد، كاين عدم الرضا على المدرب فيما يخص التدوير. نساو التدوير دابا غادي نتكلموا على شي حاجة سميتها لا غرينتا، شي حاجة سميتها الوطنية، شي حاجة سميتها التأهل للنهائي اللي غادي يتقام هنا في المغرب. عيب وعار ما تكونش الوداد ويكون مثلا فريق آخر جايين لاعبين عندنا هنا، والفرق فرق المغربيه مثلا الوداد ما يكونش. نتمنى انه يكون الوداد ان شاء الله في هذا الفينال هذا، ونديه ان شاء الله، لانه فرصه ذهبيه لينا حنا كمغاربه، بحكم يعني اللقاء غادي تلعب هنا في المغرب، فتنظن ان حنا اولى به ان شاء الله. فريق الوداد يستحق هذا اللقب، ماشي ما يستحقوش، لانه لشنا الباركور اللي دار الفريق كامل طيله السنه، فهو راه كانت فيه يعني سفريات متعبه، بزاف ديال الامور اللي صبروا عليها اللعابه، كانت اموال طائله يعني كانت كيطلبها، يعني كل لحظه يعني كيخص اللعابه دائما يكونوا مخلصين، اللعابه دائما يكونوا في احسن الاماكن فين يديروا كونسونطراسيون الاستعدادات ديالهم. هذه كلها يعني حوايج اللي ربما اثرت شويه على الميزانيه ديال، ماشي غير للوداد، راه الميزانيه ديال فرق عالميه، وتاثروا بالنقص في ما يخص المداخيل ديال الجماهير وما الى ذلك. فالحمد لله كاين دابا مساله واحده، كل شيء للخلافات الماديه ولا خلافات شخصيه، تنتمنى انه اللاعبين يكونوا كاملين يعني مستعدين، يعني بريباري مورال ما يكونوا مزيان، من اجل حنا دابا الجمهور راه ما غاديش يبدا يلقى عذر لشي لاعب، ما كاينش اعذار، كاين اليوم اللي دخل والجمهور عجبني في هذه المساله، وانا الحمد لله يعني الجمهور وصل لواحد يعني واحد المستوى ديال الوعي كبير بزاف. كتلقى كاين بعض الفئات لابد من القافله وهي تسير، ولا بد من بلا ما نكملوا، وصلوا لواحد النضج، يعني جماهير الوداد كتقول ما كيهمناش شكون اللي غيلعب، ولكن كيهمنا كل لاعب يدخل يؤدي الدور ديالو، اللي بغيناه هو انكم تجيبوا الكاليفيكاسيون هنا ان شاء الله، الفينال يتلعب في المغرب ويكون هنا في المغرب، ونتمنى تكون العوده ديال الجماهير تكون فرحه كبيره باذن الله. وهذا الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله، نتمناو مزيد من تالق الكره المغربيه. انا شخصيا متفائل اليوم. بالنسبه لبن شريفه وعطية الله، بشريفة وعطية الله، عطية الله قلت لكم بشريفة والمياغري، عطية الله لاعب اليوم تيتشيلير بطبيعة الحال، وكاين اللي عملوا توا في لادروات، بشريفة والمياغري، فخلال إجراء الفحص الأول ديال كورونا تبين قالوا بأنه خرجت النتيجة على أنهم فيهم كورونا. من بعد يمكن الفريق دا دوك اللعابة داهم الجهة أخرى وداروا ما لقاوش فيهم كورونا، داروا المسحة أخرى ما لقاوش فيهم كورونا، وبالتالي الكاف اليوم تترد على الوداد تتقول لهم ما يدخلش بن شريفة والمياغري، لأننا كنعترفوا بداك داك الاختبار ديال الكورونا اللي داروه هما، فبالتالي ضروري يعني اليوم حنا كيف ما عندناش إشكال، شي دخل 11 لعاب ونطلع البوتوش ونتفرج، ولا نطلع للتريبين شي ندخلها الرجال يتقاتلوا ونطلع للتريبين نتفرج، ماشي مشكل شكون غيبرك شكون ما غيبركش. اللعبه ديال اليوم ما محتاجين شي واحد غيقول لهم شنو غديروا ولا غيشجعهم ولا غيموتيفي، اللعبه عارفين المسؤوليه، عارفين الجمهور مقلق، عارفين الجمهور لا يرضى، لانه هذا الشيء راهنوا عليه من الاول على انهم لاعبين في فريق كبير، فريق مطالب يعني كيطالب الجمهور ديالو بالالقاب، وهذا هو المساله اللي خصنا نكونوا يعني حاسمين فيها. اي لاعب دخل يلعب الماتش اليوم خصو يكون في المستوى. غادي كنا قلنا كاين تاكناوتي كاين تخوف من المستوى ديال تاكناوتي، خاصه في ضربات الجزاء. تاكناوتي يعني التراجع ديالو، تراجع يعني في المستوى ديالو ما بقاش عاجب بزاف، يعني بزاف الجمهور مقلق من التاكناوتي، نتمنوا التاكناوتي يرجع المستوى ديالو. غنحاولوا نشوفوا مع المخرج ديالنا، يعطينا واحد المكالمه، كنبرزطوه مسكين، واش غدير خونا كيصبر معنا اش غدير ياك خويا اسامه، عطينا واحد المكالمه واحد من الاصدقاء. كما قلنا التاكناوتي في حراسه المرمى كاين واحد التخوف، كاين الجمهور. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سردوان كي داير؟ لاباس الله يبارك فيك. ماشي مزيان الحمد لله، الله يحفظك خويا. معك يونس. يونس كي داير يونس؟ لاباس بخير. عرفتي؟ اه عرفتي بعدا
ما عرفتكش يونس صديق ديالك. قول لي يونس منضادر العوار، مالك خايف حشمان؟ برضو ويونس وقول لي اعز العرب، ولا ما رضيتيش حتى اعز العرب مشهور عليك؟ شوف سميو قسم مزيان اسمعني قلت له ما عندكش واقيلا الريزو يونس؟ ياه شوف بلاصه فيها الريزو وزيد شويه في الصوت، ما تدويش في لوت بارلور، دوي ديريكت باش نسمعوك مزيان. هاو خطا عاود عيط يونس خويا مرحبا بك. قلنا تاكناوتي المستوى ديالو تراجع، نتمنى اليوم تكون المصالحه مع الجمهور العوده لذاك المستوى اللي كنعرفوا عليه. العملود العملود مع الوداد باش بلا ما نكذبوش الامكانيات ديالو، ولا بلا ما نهضروا في هذا الشيء، انا نحكموا على الانسان الاداء ديالو، الاداء ديالو مزيان في ديك الجهه، بعدا ما عندكش اريا دروا كيلعب فيها العملود، كيطلع كيساند الهجوم، كيضرب بالراس، كيعاون، هذه كلها حوايج مزيانه في العملود. شويه في لا ديفونس خصو يحتاط، ولكن اليوم حنا محتاجين العملود دوك الطلعات ديالو مع اوناجم، لانه اليوم راه الكل للكل، اليوم نلعبوا من اجل باش نجيبوا التاهل، مساله فروغ منا ان شاء الله. اليوم فرحان مع داري، انا جاتني التوليفه زوينه، فرحان مع داري جوج، داري تيلعب تيدير الماركاج مزيان، ما تيلعبش بشي طريقه يعني كبيره اللي نقدروا نقولوا يشدها ويلعبها بثقه في الديفونس، لا كيلعب كيدير الماركاج، كيلعب الكره كيحيد عليه ما تيتيقش. في المقابل فرحان، فرحان في الماتش الاخر مع بركان لعب اللي كيشدها، كي طومبوريزي لو جو، كيشد كره وتيلعبها، هذا هو اللي باغين حنا، حيت المشكل ديال الديفونس ديال ميليو اللي فيها جبران والحسوني، سيرتو جبران والحسوني والكارتي تيبغيو يلعبوها تيتعذبوا، لانه الدراري ديال الديفونس مع كيشدها كيطوع، وهذا هو الواقع، تيلعبوها طويله وهذيك طويله كيشدوها لادفيرسير كيحطها وكيبداو يلعبوا وكيبداو الهجوم من جديد، كيبقى وسط التيران بعاد الا الا خرج جبران خداها وعاد يبداو يلعبوا. فهنا فرحان بالتواجد ديالو، اي فوا يشد الكره غيبدا يلعبها مع الدراري ديال الميليو، ولكن في نفس الوقت واجب الاحتياط، واجب الانسان يحتاط من بحال هاد الماتشات، يحتاط منهم الانسان لانه صعيب، وصعيب بزاف صعيب انه ترتكب خطا الا قدر الله. كاينش الاخطاء اليوم، ما كاينش اخطاء اليوم، كاين شي حاجه دير في بالك، الجمهور كيتسناك، ما غيتعاطقش معاك، ما غيرحمكش، في المقابل الا ربحتي غيهزك فوق الكتاف وغيفرح بك، فراه كاين فرق ما بين يعني ملي كتكون سيدي مولاي وملي كتقاتلوا وتلعبوا برجوله، فتيكون معكم دائما الجمهور سند لكم، ورغم ذلك بعض المرات ما تكونش نتائج في بعض المباريات، الجمهور كيدعمكم وكيشجعكم وتيوقف جنبكم. اليوم فكروا لهذاك الجمهور اللي دائما تيتقاتل من اجلكم انكم تكونوا دائما في القمه، ففكروا فيه اليوم وتقاتلوا، اولا على قبل عائلاتكم، على قبل قيمتكم وشرفكم وسط المغاربه كاملين، والقيمه والشرف ديال داك النادي اللي كتلعبوا عليه. حنايا ما عمرنا شككنا في شي واحد فيكم، بالعكس كلكم تستاهلوا، وكلكم يعني عندكم نفس يعني النفس زايده، وباغيين تربحوا وباغيين تهديوا الجمهور، تردوا الجميل لهذا الفريق، لانه فريق الوداد الرياضي اعطاكم الشيء الكثير، اعطاكم تاريخ والاسم ديالو، جيتوا لعبتوا فيه رغم انكم ما تكونتوش، ولكن بليتوا البلاء الحسن وكنتم رجال واحترمتوا ذاك اللوغو وتقاتلتوا عليه. الجمهور في نفس الوقت معاكم، الجمهور في نفس الوقت معاكم، ولكن بحال بواك تتكون غادي وناجح وقاري وغادي مزيان، تيشجعك ويدور معاك كاع، ولكن النار كتسقط كيخلي دار عشتك من الاخر، غادي اعطيني نعطيك، دخل تلعب اعطيك كل شيء، دخل تلعب تقاتل، تخرج تاخذ لي بريم وتاخذ القيمه وتاخذ الهيبه وتاخذ بزاف ديال الحوايج اللي غتلقاهم تعيش سلطان الكويريا. ولكن ما نساوش، ما نساوش
تحيه لسعيد المانوزي وكل الاخوان، تحيه لكم. ما قدرتش نجاوب كل شيء ولكن غنحاولوا نجاوبوا. شوفوا معنا مكالمه. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سروال بخير اخويا، كي داير؟ هاني. الله يبارك فيك، شرفنا بالاسم ديالك اخويا. معك احسن صالح. نعم. حسن احسن صالح الودادي، ديما الوداد. حسن، كي داير السي حسن؟ لاباس الحمد لله، بارك الله فيك. الله يحفظك. دابا انت بخير؟ الحمد لله، بارك الله فيك. واخويا كنتمنى دير شي مباراه مزيانه اليوم ان شاء الله، وكنتمنى البنزاري حتى هو يدير شي، يدخل لعابه في المستوى. الاخبار اللي عندي هو جوج تغييرات اللي دير، هو دير داري هو فرحان، الى تراجع وبغى يلعب ابو الفتح، كنظن انه فرحان افضل طويل وراسه مزيان. كنتمنى ديال شي مستوى يكون مزيان اليوم الدراري، ان شاء الله يعاودوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله، كنتمنوا ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى البنزرتي الماتش، كنتمنى البنزرتي يعطي الدراري يعطيهم الفرصه، كاين الدراري كيستاهلوا يلعبوا ما عطاهمش الفرصه، كاين الدراري يستاهلوا، كان الدراري مثل ما كيستاهلوا يلعبوا في المباريات الرسميه ما كيعطيهمش الفرصه. نعم. شكرا سيدي، الله يحفظك، تحياتي ليك. شكرا، كنشكروك سيدي. واخا شفتك بحال واقيلا اول مره تدوي معنا حشمان، المره الجايه جي زعما ما تخممش. مرحبا فؤاد الرجاوي، خويا روان اصبحت تحلل احسن من بين سبورت. ترى عندي واحد المخرج هنا وراه ديما معايرني، تيقول لي كلمه جمله مفيده ما تقولهاش. دابا عرفتي اش غدرتي ليها؟ دسرتيني عليه. اش كاين السي اسامه؟ قال لك بلي تي واعر في التحليله. كاين، الله يحفظك، عارف عزيز عليك، حتى عزيز عليا. قلنا في الديفونس، يعني في لاك سونترال، كاين فرحان مع داري، احسن حاجه يلعب فرحان اليوم، غتكون مزيانه. بالنسبه للوسط تيران جبران، وليد شوف وليد الكارتي شحال ما تيقول لك سخيفه، يا ودي كون كنتي تجري داكشي اللي كيجري الكارتي، راه شوف الكارتي كتلقى ادروات اغوش، كيرجع مع الديفونس، كتلقاه مع الهجوم. يعني شوف الكارتي دائما كتلقى بعض المرات لافون سونتر ما كاينش، المهاجم ما كاينش، ولكن كتلقى الكارتي تيغطي يدير داك الدور وتيضرب كره بالراس وتيتقاتل معاك. فتنظن ان الكارتي كيقوم بواحد الدور كيشوفوه المدربين بزاف، كيعز عليهم هذه النوعيه ديال هاد اللاعبين. جبران حاجه واحده اللي كنعيب عليه، خصك تعرفوا جبران راه ولد عمي، راه من سطات فهمتي، ولكن نعطي الباب الهضره القاصحه، ما نصروش، نخليه ديما يلعب هو خايف، حيت ديما كتلقى تخاف من الخصم، ديما دير ماتشات كبار. جبران المستوى ديالو تقنيا ما يتناقش، انا اللي كنعيب على جبران هو لي موفمون ديالو باقي شويه تقال، لو كان شويه الحبال وكان البريباراتور فيزيك خصهم يخدموا مع الوليدات هادشي اللي خاصهم. جبران المكان ديالو لا يناقش. معنا مكالمه. السلام عليكم. سلام رضوان خويا، بخير. الله يطول عمرك. لاباس عليك. سي عبد الرحيم هذا. الله يحفظك خويا رضوان، الله يكبر بيك. واش سمعك سخفان ولا ما نعش؟ واخويا من الصباح نتلاقطوا مع شي ليله، يلاه خصنا نشريو واحد موشيل، فهمتي، هذاك فليتوكس، شحفونا شي واحد الليله يلاه. نعم. وشحفونا شي وحدين اخويا الليله يلاه. شكون اللي كيشحفوا خويا عبد الرحيم؟ شكون؟ راه معروفين، راه العديان راه باينين اخويا، راه باينين، راه معروفين، كيتسناو واحد. وان ينصركم والله. لا غالب لكم، انت الله يدرس عبد الرحيم. ولا لا. لابد، دابا واحد القضيه. اخويا. دابا انت كلشي تيبغيك. وراه كيلعبوا لك على الاعصاب ديالك اخويا. حتى والله ما يلعب لي بشي اعصاب ولا يلعب لي بشي. ولا لا الله اش غادي دير؟ اشوف واش والله العظيم تكون عندك الثقه في النفس والعزيمه، والله ما تسوق حاجه. ويكون خير. الهدف ديالك. ويكون خير ان شاء الله لي. وانت تكون دابا غادي في الطريق الطوموبيله. واش الطريق ديما مخده؟ لا لا. مطبات كتلقى الحفار هي عندك الرمان عندك هادي عندك عندك واحد هذا مول مو. واحد ولا كيقطع لك شويه بشويه. يمكن شكون شي مقاد. هذاك الشيء اللي كاين برضو الليله. نتمنوا ان شاء الله الوداد، حنا عارفين مشينا للعابه ديالها ولا الطاقم ولا كاملين، يعني دايرين في واحد الثقه، عارفين اليوم غيقدموا واحد المقابله، اللي عارف الجمهور راه كيتسنى فيهم غير انتصار، فهمتيني، كيتسنى الجمهور كيتسنى انتصار. انت قلت واحد الكلمه، يعني ما يمكنش لينا حنا نخرجوا الكاس عندنا هنايا في بلادنا، وما يمكنش لينا ما تكونش الوداد في الفينال. نعم. هذه من جهه، هذه يعني راه عاوتاني كاين الدور ديالهم هما، كيعرفوا راسهم بلي راه الفينال ان شاء الله راه في كازا، يعني في المغرب عندنا. يعني المقابله ديال اليوم ان شاء الله راه غيقدموا في واحد العرض اللي غيكون جيد، وغيكون ان شاء الله انتصار تمايا، ونتمنى غير اللعابه يحاولوا كوري يدرجوه شويه في الارض، فهمتيني. هذا هو اللي خلي الهضره ديال المدرب، ولكن دير طريقتك انت اخويا، انت عارف الطريقه ديال اللعب ديال الوداد وكتفهم في الوداد وداك الشيء، دير اخويا الطريقه ديال اللعب ديالك، نسى المدرب. لا دابا الجمهور ما سوقوش شكون اللي غيلعب ولا مشكون، جيبوا لنا غير التأهل ولا الطريقه باش نلعبوا. شغلك هذا.
حنا كاملين الدراري اللي مشاو مع الوداد دايرين فيهم الثقه الكامله، اللي غادي يريح في شي بوست او غيلعب في شي بوست ولو غيعطي الدوبل ديال داكشي اللي موالف كيعطي. هادشي اللي باغي حنا اليوم، راه شي اللعاب اللي كانوا دازوا في 2017 راك شي في سانداوز، راه شي ما عرفتش شنو هو الحرب وتاهلنا من تمايا وجينا الحمد لله وكان الكاس ديالنا. راه حتى اليوم ان شاء الله التوقع ديالك يا عبد الرحيم النتيجه ديال المباراه باش نخليو الدراري بزاف ديال الاخوان باغي يتصلوا بينا؟ غيكون ان شاء الله شي جوج زيرو ان شاء الله. جوج زيرو ان شاء الله. قال على قيد عندك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الله يحفظك. الله يسلمك اردوغان. شكرا عبد الرحيم، تحياتي لك اخ عبد الرحيم صديق البرنامج. تحيه للسي العربي الغزاوي، تحيه خويا رضوان من مدينه بني ملال، مرحبا بك. معاش الماتش ماتش مع الخمسه ان شاء الله. ايوب فاروز سي رضوان امتى غتبدا التبوريده؟ باخا باخا الصيف كامل غيدوز التبوريده. الصيف كامل عاود جيت العود ديالك ان شاء الله. يوسف قال لك مالك غادي تجاهد؟ طبيعه الحال انا غادي نمشي نلعب اسم النائب اسم المغرب ونمشي نتقاتل على التوني باش نهز الرايه ديال المغرب في الاخر ندي ولا كوب. اللعابه غيتمعشوا فليسات، غدخل غيجي دخل الرزق للنادي، المغرب غادي ترفع القيمه ديالو باسم هذاك النادي. كيفاش بغيتي ما نجاهدش في هذا الشيء؟ ها يكون خير ان شاء الله. معاش الماتش مع الخمسه خويا فاتحه الدهبي، تحياتي اختي فاتحه وتحيه لخويا جواد الفاريه. ابو يوسف الريتوني الريثوني تيقول بغيت نتصل بك ولكن انا خارج مع الوليدات البليده وكلنا غنتفرجوا في الماتش. ايوا واش غنقول لك اخويا مشيتي للبليده وما علمتيناش اخويا الريتوني؟ ماشي مشكل تهلا لي عافيه يوسف بعدا وحنا الدنيا هانيه، ماشي مشكل. بصحتك وبراحتك انت والوليدات ديالك ان شاء الله تكون الفرحه وتم جاي الشاطريغ من تما محيح انت والوليدات، غتخرج تما تبقى تغوت في الدوار بوحدك. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا السيد سعد سعد العرب تحياتي لك. عبد القادر بن الزين شكرا. شوف غدا الماتش ديال الرجاء غنديروا مباشره قبل الماتش ومن بعد الماتش وغنهضروا على الرجاء ونهضروا على كل شيء. غادي ندوزوا التشكيله. قلنا تاكناوتي المستوى ديالو راه معروف، يعني نتمناو قلنا اليوم فرصه ديال السيد تاكناوتي سي رضا ما يرضي عليك. هذا هو ان شاء الله باذن الله هذا هو الوقت ديالك باش تصالح مع الجمهور وتبين وتزيد تاكد للجمهور المغربي عامه على انك من افضل الحراس اللي انجبتهم الكره المغربيه. في نفس الوقت كاين قلنا جبران الكارتي في وسط التيران، هادو الا كانوا في وسط التيران وشديتيها من الديفونس بقيتي تلعب طويل، هادو اش غيديروا؟ هادو تيبغيوك تشدها وتلعبها. كيخرج لك جبران تلعب الحسوني، عندنا بعدا دراري اللي كيعرفوا يشدوها في رجليهم ويلعبوها، حيت الا غادي نلعبوا طويل راه ما غنستافدوش، هما راه غناكلوهم بجهد الله راه غناكلوهم، وغادي الطريقه غنشدوهم غنحكموهم في الملعب لانهم هما راهم خايفين وما تيقينش بداك الرباح. انا داك الرباح جاتها شمته، ديك الكره جات شمته، ولكن في نفس الوقت حنا قادرين على انه تم في تيرانهم ان شاء الله ربحوهم. خاص غير الثقه والعزيمه، لا غرينتا لا غرينتا غرينتا تكون في اللعابه، غتدخل غتقاتل غتجي ان شاء الله لا فيكتوار من تما ان شاء الله بينا. قلنا في الهجوم عندنا ثلاثه ديال اللعابه تنعرفوا الامكانيات ديال اللعابه ديالنا، باش نكون واضحين اللعابه ديالنا تنعرفوا عندنا الكعبي في اللاكس ومصوفا وناجم. وعندي واحد القضيه مهمه بزاف، ربما جمهور غيكون لاحظ معايا هذه المساله هذه ورديتو ليها البال، هو ملي كيشد اوناجم كيقلب على الكعبي، مصوفا قلب على الكعبي، الحسوني الكرتي قلب على الكعبي. علاش الحسوني والكرتي ومصوفا علاش ما نقلبوش نضربو من برا الكاري؟ ما تنضربوش اصلا باكيو كي كنقولوا بلغه الكره، باكي البوطو ضرب البوطو اكثر عدد من القذافات، ضرب كادري غير كادري وشوت اسيدي، ضرب تيق في راسك الاولى تطوعها الثانيه الثالثه تجيبها كتشخر بابا ما في كاين مشكل، ثقه في النفس هي كل شيء. الا شدينا كاع الكواري حيت في لالي عاقلنا باللعب ديالنا شنو هو؟ شدو غادي غادي تدريبلي اوب دير بيشنات لعند الكعبي باش كيسبقوا الكعبي كيدي والو، بقينا نلعبوا على الكعبي كيدي والو، ما نبدلوش ما ندخلوش لي زيندو بريباريو نتيريو لبعضياتنا من برا من برا الكاري
كاشني خصنا ندخلو حتى الكاري سونتراج الكعبي باش يضرب الراس ولا يدير سيزو؟ لا صافي عرفنا الى عاقوا بينا، ولكن هذا الدور ديال المدرب والدور ديال المساعد المدرب خصو ينبهوا لهاد الحوايج. مثلا ملي غادي تعرف الطريقه ديال اللعب تعرفت خصنا نبداو نشونجيو. انا فريق كبير، راه فريق عنده مرجعيه تاريخيه كبيره، يعني اللعابه اللي لعبوا فيه تبارك الله راه ما شاء الله، راه فريق الوداد الرياضي ماشي ساهل، يعني والطرق والمدربين اللي تريناو به راه ماشي ساهلين. يعني اللعابه الا جيت تسول هاد اللاعبين راه كتلقى كل لعاب 15 حتى 20 مدرب اللي كتريني به في المسيره ديالو، فبالتالي هو كيتاقلم مع كاع الخطط. بالتالي الا كان المدرب كيبشونجي راه كتشونجي الخطه، راه كتشونجي الخطه. راه نقدر انايا نخرج اوناجم في الدوزيام ميطون الا ما دار والو، ونخلي مصوفا هو الكعبي، وندخل واحد ميليو تيران، ندخل وسط تيران حسن ليا من شحال من لعاب، ندخل وسط تيران مثلا لمدن مثلا سكومه اللي يلعب فيه في الدوزيام ميطون، هادو كلهم حويجات زوينين نقدروا نعطيو فيهم يعني شي حوايج جداد ان شاء الله. هادشي اللي تنتمناو، نتمناو تحيه لكاع الاخوان. اودي شوف الله يهديك من ديك الكلام ديال المقصيين، ديك الهضره كلها خاويه، ما كاينش توفيق ان شاء الله. غادي ان شاء الله باذن الله لعبوا اليوم غنربحوا واجيو فرحانين، غير هو الكيفيه والطريقه كتبقى من اختصاص المدرب، والاداء كيبقى يعني كلشي معتمد على الصوره عندي وقفات، كلشي يبقى يعني معتمد على اللعابه والاداء ديالهم والمجهود ديالهم. صافي مزيان سي اسامه، قلنا كلشي تيشد تيبغي يلعب على الكعبي، واش غنشدو هاكا الكعبي هاكا الكعبي هاكا؟ لا، مره هاكا الكعبي مره دخل بينيتري وضرب. نبيل العسال، كثرات هذا الاسبوع التوقعات، البنزر تيتوقع الفوز على بركان والعلالي يتوقع الرومونتادا. اه والله العظيم علاش لا، ويلي صاحبي. احمد حنان، تحيه سي احمد حنان، واش اخويا الماتش اليوم؟ ويلي ويلي الناس راه ما نحسوش، والله ما نحسنا بالله. ادم الصبري، بغينا المترجي يلعب راس حربه، اما لا تحكرتي يقدر هو اللي غيفاريها لك ويعاود يتصالح معاه. خويا رضوان كنعيط لك، عادي بو الوراق، مرحبا مرحبا خويا، عيط لينا نجاوبك خويا. انا دابا غندوزو المكالمات حتى هما، نتمنوا الخير الوداد ودي مهرجان محمد علي بن كيران. شكرا لك على الروح الرياضيه، تحيه عليك اخويا، وتحيه لكاع الناس اللي عندهم روح رياضيه بطبيعه الحال. نتمنوا غادي نخليكم تشوفوا هذا الروبورتاج على هاد الخبط اللي وصلوا ليه، ماشي وصلوا ليه، هو كان فيه هادشي من بكري، جانا افريقيا تما راه كانوا كيتعاملوا معنا معامله خايبه، نشوفوا غير الملعب كيفاش ردوه. ولكن يعني راه البارح راه كلشي شاف، راه غوتنا التاعينه، وفعلا المسؤولين تواصلوا رساله احتجاجيه على الملعب للمسؤولين في الكاف، والمسؤولين في الكاف جاوبوهم وراسلوا الناس ديال كايزر تشيفز على انهم يصلحوا الملعب اليوم باش يكون جاهز للمباراه. نشوفوا هذا الريبورتاج وبقاو معنا ما تمشيو شي.
مرحبا سي ابراهيم سكو بولونيا مول الفلوكه. هذاك الطلب ديالك راه ما يمكنش دابا، انا خدامين تيسالي عاد نشوف لك هذاك الموضوع اللي قلتي. حنا غادي نزين دابا لايف وما يمكنش ليا نقدر نرد عليك دابا. تنسالي ومرحبا تاهي. اذا قلنا واحد السيد طلب مني، السيد سميتو اسماعيل قمران، قال لي على العلالي بغيناك تعطينا تشكيله. انا والله الا قلت لكم تشكيله غادي تجيكم غريبه وغادي تقراو في سيناريوهات اخرين. انا التشكيله ديالي في شكل، انا التشكيله ديالي غادي نلعب ثلاثه في لا ديفونس، غنلعب ابو الفتح وغنلعب بداري وغنلعب فرحان، وغندير هنا غندير في الميليو ثلاثه في الميليو في خط واحد اللي هما جبران الكارتي والعملود في اليمن. العملود يبقى يلعب يطلع وميم طون ميليو فويلي يعاون، وقدامهم الحسوني وسكوما، وقدامهم مصوفه والكعبي. غتشوف العلم المعلم، غتشوف الحكان، هذا الواقع، غتشوف الحكان بصح. لانه ملي غتلعب بسكوما والحسوني ونجم مصوفه والكعبي راه الهجوم راه لي زوكازيون اللي غيجيو للكعبي واللي غيجيو مع الهبال، لانه عندك لعابه اللي غيلعبوها ورا سكوما والكعبي. شكون كاين؟ كاين جبران والكرتي يدبروا على التيران. في الديفونس كاينين ابو الفتح فرحان داري والعملود. العملود ملي تكون عندنا الكره العملود كيجي كيولي في الميليو دروات كيمشي ونجم كيدخل يبينيتري، وكيبقى وسط التيران جبران والكرتي وقدامهم الحسوني وسكوما. عرا ليا تيران خايب، قلت انا غنقريكم في التيران. عرا الكره لعبها، خص غير ديك الثقه، الثقه هي كلشي. شدوا اللعبه ضريبه ضريبه، نوصلوا للبوطو حتى لعند الجول الا بغيتو، قسما بالله تنوصلوا حتى لعند الجول. ولكن خص المدرب تكون عنده جرأه، وخص اللي معاه حتى هما تكون عندهم جرأه ويشجعوه. لانه بحال هذا الشيء انت خاسر في بلادك بواحد زيرو، غادي تملاش غادي باش تعادل غادي باش تربح. اذا باش تربح راه خصني نلعب خطه هجوميه، لعب فد عندي اربعه ديال لي ديفونسور، عندي ابو الفتح وفرحان واشرف داري والعملود ياك. ولكن ميليو تيران عرفتي شكون فيه؟ راه فيه جبران والكارتي والحسوني وسكوما. جبران والكارتي سكوما حسوني، تصور معايا والقدام كاين اوناجم ومصوفه والكعبي. هاد مصوفه والكعبي واوناجم شحال غتوصلهم ديال الكره؟ شحال غتوصلهم ديال الكره؟ غتوصلهم الكره فعلا، غتوصلهم كرات. اذا لو شويه الزعامه، لانه انا لاعب، انا عندي لعابه مثلا، عندي جبران تنعرف جبران تيلعبها تما العطاوي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما فيناش الهضره، حنا رجال ما فيناش ديك الشيء ديال الهضره اللي كتعرف انت. تبت اولدي الله يرضي عليك، تبت، خلي الامور غدا مقاده. الله يرضي، خلينا زوينين دابا قبل ما نوليو في حوايج اخرى. قلنا ابو الفتح فرحان داري العملود، مع امتياز ديال العملود تيطلع في ديك البلاصه. شكون اللي كيكوفرتي كيدير لا كوفرتور عليه؟ هذيك في الجهه الاخرى الجهه اليمنيه ديالو شكون اللي فيها؟ فيها الكارتي وقدام السكوم حدا بعضياتهم، والجهه الاخرى شكون اللي فيها؟ فيها جبران والحسوني. تصور معايا جبران واقف هنا، الكارتي هنا، قدامهم حسوني سكوما، قدامهم الكعبي صوفا ونجم. اسمح لي ما بغيتيش تلعب، ما بغيتيش تلعب وما بغيتيش تربح عفوا وما بغيتيش تتمتع وتمتع الجمهور. عندك لعابه بحال هادو غامر ولا غادر، اسمح لي تكون مدرب حقك تقول لي تجي كابيلو كاع، تجي المدرب اللي ما يزعمش ويلعب الدراري كويريه. اسمح لي لا راه كاين فرحان، فرحان كاين، غير هو في سميتو فرحان كاين شي راه تقدر كاع تقدر مثلا شتي قادرين اللي شحال واحد حقرو هذا راه قدر نلعبو الميليو فوي، يعني يكون هو في ديك الجهه اليسريه ولكن يكون
داخل وسط التيران وديما وراه ابو الفتح وفرحان وداري والعملود وهو داخل زيد معاهم. علاش؟ لانه كنعرفوه مزيان وفي ميليو التيران يشد كره يلعبها يلونسي على لي باس. شكون غادي يتصور تشد كره؟ خرج لك حسوني ويخرج لك سكومه ويخرج لك جبران والكارتي. احسن ما عندك، احسن ما كاين كاع في هاد لافريكا هادي تيبان لي انا. يعني سكومه والحسوني وجبران والكارتي تشد انت ويخرجوا عندك هادو اربعه، شكون باقي غيدي عليهم؟ ولا شدوها يعذبوك؟ خصهم تا هما تيقوا. شكون اللي عطي الثقه؟ المدرب والسطاف اللي معاه. تيقوا في اللعابه، شدوا الكره لعبوها لعبوها غتوصلوا وغادي نماركيو ما تزربوش. لانه علاش قلت لك انايا دابا حنا راه ما يمكنش لينا غادي نلعبوا خمسه في ديال في الديفونس، نلعبوا داري وعطيه الله وابو الفاتح وفرحان خمسه في لا ديفونس، ونزيدوا في ميليو تيران نلعبوا باربعه ولا شنو هو، ونصيفطوا نصيفطوا نصيفطوا لاطاك نقول لهم نلعبوا عليكم طويل وغنرجعوا حنا نسدوا. رجعنا الله وراه غناكلوا العصا، غيوليو ما يشدوا بداو يسيركيليو تيران محافظين. ولهذا حنا خصنا نخرجوا حنا نلعبوا عندهم في لا زون ديالهم في نص التيران ديالهم، ونشدوا من تم والديفونس يديروا لين وحده، ثلاثه ديال الدراري ديال لا ديفونس يديروا واحد لين واحد لا لين، نوقفوا ونبقاو ضاغطين ونبقاو نلعبوا الكره في شده، لعبها في الارض غير داك الطول داري شده ما تبقاش تشوف اشرف الارض تاع شده عطيها الفرحان ولا عطيها الجبران وما يشدوها ولعبوا. حيت الا شديتيها ولعبتيها غتوصل البوطو كثر، غتوصل بزاف، وإلا لعبتي كره طويل غتوصل وانت بظهرك، ماشي الا غتوصل وانت الكره في رجلك عندك لاعبين طن 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 لي سونتراج دخل عطي لي زين دو. الا جينا غنلعبوا طويل راه غنتعذبوا هما، راه باش 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 قداو علينا، حيت حنا بقينا نلعبوا على الكعبي اللي شد خصو يلعب سونتري الكعبي سونتري الكعبي سونتري الكعبي، كيديوها لك بالراس هما طوال. اذا علاش حنا ما شدوش نلعبوها في الارض؟ اذا باش غنلعبها في الارض خصني ندخل لعابه في وسط التيران، خصني جبران والكارتي والحسوني وسكوما ندخل وسط التيران. عرفتي هادو اتيقوا بيا اتيقوا بيا هادو وسط، انا اعطيني اشوف لاعب ليا هادو وسط التيران ونقول لك البنزر تيدخل اللي بغيتي في الديفونس وفي لاطاك. لاعب ليا غير هادو، لاعب ليا غير هانت، لاعب ليا انت جبران حطوا لي سيدي سته ياك، لاعب ليا هنا الكارتي، ولعب لي في اليسار الحسوني، ولعب لي العشره قدامهم سكومه وخليهم يلعبوا، ولعب الديفونس اللي بغيتي ولعب لاطاك اللي بغيتي، غير خلي لي هاد ربعه هاد بحالك هاد ملي غيديروا ماتش كبير غيوليو بحالك. تيقوا بيا والله العظيم الى هاد ميليو تيران الى مخير جبران والكرتي سكومه الحسوني هادي وسط التيران. دوزيام ميطون اللي عيا فيهم في الكارتي وجبران ندخل لمدن كركاش عندي كصاحبي اللعابه صعب هذه ماشي اون فورم ما كاينش وقته، خلي دابا اللي جاهز نشوفوا مكالمه معنا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هاي بخير مزيان الله يحفظك الله يبارك فيك. الله يجزيك، انا من محبين الوداد البيضاوي. مرحبا بك، شرفنا بالاسم ديالك. بغيت نقول عبد اللطيف السياجي. تفضل السي عبد اللطيف. الله يحفظك. تفضل اخويا. السلام عليكم. كنسمعوك اخويا راك دايز معنا مباشره اخويا. مرحبا بك تفضل. مزيان. السلام عليكم. وراه حنا كنسمعوك السي عبد اللطيف. تحية الأكرم مصطفى وي راك زايد واحد السي العلالي. لا راه قلت لك على العملون نقدر نلعبو نقدر ما نلعبوش، نلعبو إلا بغيت نشونجي فهمتي، إلا ما كنتش غنلعب بعطية الله، لأنه إلا كان الكعبي في الفورمة ديالو راه غادي الدراري يشبعوك واري ويخرج يلعبها ويضموندي ويطلع ويطلع فهمتي. لا إلا كان ربما شوية ديال التغيير، أنا التشكيلة اللي عندي اللي غيدخل بها البنزرتي اللي قالوا يعني 90% تاقناوتي كاين عطية الله داري فرحان العملود جبران الكرتي الحسوني صوفا الكعبي ونجم هذه التشكيلة نتمناو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو
وي خويا. نعم حبيبي تفضل مرحبا. بغينا نهضروا مع رضوان. اه بغينا نهضروا مع رضوان. وانا معك مباشره صاحبي. واه مرحبا بك. وي خويا رضوان. انا معك مباشره خويا. مرحبا شرفنا بالاسم ديالك. سعيد رضوان من جديده. سعيد مرحبا بسي سعيد. الله يحفظك خويا رضوان الله يبارك فيك. تفضل حبيبي تفضل. خويا بغيت نقول لك التشكيله ديالي. تفضل. التشكيله ديالي تشكناوتي. بلاتي بلاتي قول لينا نقيدوها ونناقشوها معاك مالها. زيد. قول. تشكناوتي. ما ندهوش زيد. داري. داري. العملود. العملود. قادارين. قادارين. ابو الفتح. نعم. ابو الفتح. ابو الفتح. زيد. كوما. نعم. كوما. نعم. سكوما 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 سكوما. اه سكوما. زيد. سكوما. جبران. جبران. الحسوني. الحسوني. الكعبي. الكعبي. مصوفة. مصوفة. مترجي. مصوفة مترجي. اش بان لك التشكيلات؟ بلاتي واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11. تا هادي تشكيلة زوينة. شحال واحد دابا غيبان ليه مترجي، ولكن مترجي راه ما تنساش مترجي راه سريع يقدر يعطيك احسن من اوناجم ومصوفة والكعبي براسو، لانه غتحتاج شي واحد اللي غادي يدخل. يعني بالنسبه لي انا نتيق فيه نلعبو علاش لا. وهاد التشكيله ان شاء الله غنجيبو الرباح اكثر من اكثر من ثلاثه البيوت. لا تشكيله زوينه هذه. الا قلنا مثلا قادارين قادارين بلاصه عطيه الله، لان عطيه الله المستوى ديالو تراجع. انا سمحوا لي زعما انا معمر ابو عطيه الله زعما اقنعني، باقي ما قنعنيش لدابا لا ولا ابو الفتح. وقادارين دار ماتش كبار في الافريق. نعم. وكنتمنى التوفيق اخويا رضوان الحمراء اليوم ان شاء الله. شحال كتوقع اخويا؟ انا خويا درت مع واحد صاحبي راه كون صاحبك انت مع نونوس. نعم. عاطي ربعه لجوج. ربعه؟ لجوج. لجوج. اه. حنا غنماركيو ربعه تما. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يا ربي اللهم يسر، اللهم يسر اخويا سعيد. اللهم امين، تحياتي اخويا رضوان. الله يحفظك، مرحبا بك اخويا سعيد في اي وقت، مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا سي سعيد، شكرا. التشكيله اللي قال الاخ سعيد تاكناوتي العملود قادارين داري ابو الفتح سكوما جبران الحسوني بصوفا الكعبي مترجي. اش بان لكم؟ ها تتبان ليا تشكيله مزيانه. مترجي في اليمن، مترجي في لاطاك، هو مصوفا والكعبي. علاش لا راه تجرب، راه ما خص ما تبقاش ثاني اوناجم راه عارفينك بيه، خصها تشونجي تدخل لي شي لاعب جديد. هادشي تنقول انا والله اعلم. تحية لكل الإخوان، شكرا لكم كاملين صراحة، كنشكركم كاملين الإخوان ديالنا الأصدقاء. مرحبا. رضوان موان ياك موان كيقول لك تشكيلة تاكناوتي عطية الله فرحان داري العملود جبران الكرتي الحسوني ونجم الكعبي مصوبة. نفس التشكيلة هذه، نفس التشكيلة. صعيب صعيب. شيماء ساقت لك تاكناوتي عطية الله فرحان. نعم هذه اللي قلت لك التشكيله الاولى. داري العملود جبران الكرتي حسوني ونجم صوف. هذه هي التشكيله اللي عطيت الاولى، هي باقا هنا، هي اللي عطيت الاولى، ها هي هي اللي قلت لك تاكناوتي دار العملود عطية الله داري فرحان جبران الكرتي الحسوني ونجم الكعبي مصوفا. هذه التشكيله اللي ربما ولات معروفه، اسماء ولات معروفه، ولات حتى اللعب ديالهم محفوظ. مدرب واش خصو يدير شي شويه ديال لي شونجو او لا؟ هنا فين كيبقى المشكل. على اي خليكم معنا شوفوا هذا الفيديو هذا، لانه ما تصرتش ليا من البارح ديال هذاك التيران اللي خسروا، ولكن مع الضغط الحمد لله الكاف طلبوا من كايزر تشيس باش يبدلوا او يصوبوا الملعب، يعني يكون في احسن حله قبل المباراه. شوفوا الفيديو نعمل
اذن كما شفتوا يعني في هذا الفيديو هذا معنا مكالمه من نيويورك غادي نجاوبك خويا دابا بقى معنا اللحظه الله يخليك. قلنا شفنا فيديو يعني ديال الناس يعني يعني ما بقاش باغا يعني تلعب معاك الكره ولات كتقلب على الخبت من جوي اخرى بحال داكشي اللي ولينا كنشوف ولات معروفه على الترجي في تونس. يعني حتى الفراقي ديال تونس تيقول لك راه الخبت من عدد الناس تصنع على اين. معنا مكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم، معك خويا مصطفى، خويا رضوان، معك مصطفى من نيويورك. انا محب ديالنا ديال الوداد البيضاوي من مدينه اكادير. مصطفى من نيويورك. هاد نيويورك فين جات؟ فين في الطاليان؟ نيويورك. لا ها نيويورك في امريكا خويا، الولايات المتحده الامريكيه. مرحبا بك خويا. انت بعدا كيداير شي مزيان؟ الحمد لله كلشي صحيح. الوالدين العائله الحمد لله كلشي على ما يرام. الحمد لله. التدخل ديالي هو تفضل خويا. التدخل ديالي كنبغي نطمئن الناس بان جمهور الوداد البيضاوي بان الفريق ان شاء الله اليوم غادي يفوز بثلاثه اهداف مقابل واحد ان شاء الله. هذا هو اننا كنحطوا على ضربه جزاء، نركزوا على شي ضربه جزاء باش تحلينا الماتش، لان في الاول لعبنا بطريقه مدافعين، لعابه مدافعين، الشيء اللي ما عطاهمش فرصه للتركيز، الشيء اللي انا كيبان لي كيخص شي ضربه جزاء تحلينا المقابله. نعم. وبالنسبه للتشكيله ديال فريق الوداد البيضاوي، انا كنظن بان البنزرتي ما غاديش ينزل وراء الرغبات ديال الجمهور كما كتعرفوا اللعابه. اليوم غادي يلعب فرحان ومصوفا مكان اللافي، وفرحان مكان ابو الفتح. غادي يحتفظ بنفس التشكيله ديالو، والامكانيه ديال الدخول غتكون بين تكوما وفرحان لا غير. جوج ديال العناصر اللي كنبان لي انا الامكانيه ديال الدخول، فرحان وسكومة، والنتيجه ان شاء الله اللي كنتوقعها ثلاثه اهداف مقابل واحد ان شاء الله. خصوصا وان مواقع المراهنات عطاو نفس النتيجه ونفس البورسنتاج اللي عطاو الاهلي والترجي هو اللي عطاو الوداد البيضاوي، وحكم انني كنت عندي بعض الشيء ديال المراهنات، فانهم المواقع ديال المراهنات كيكون عندهم نسبه كبيره ديال النتيجه كيعرفوها في الاول، الشيء اللي كيخلينا نكون متفائلين. والفوز ان شاء الله ديال الوداد البيضاوي اليوم متوقع بشكل كبير، خصوصا كما قلت لك اذا حصلنا على شي ضربه جزاء في اول المقابله. كاين كتفرجوا تما كاينين مجموعين السي نور الدين؟ اخويا حنا هنا الجاليه ديال امريكا ماشي بحال الجاليه ديال اوروبا، اذا كان عندك اصدقاء اللي مولفين كتكون كتخرج معاهم، لان هنا كما كنعرف الاماكن كيكون بعاد باش توصل لواحد خاصك نص ساعه هي اقل حاجه 45 دقيقه، ماشي بحال اوروبا الجاليه كثيره يعني 10 دقائق غادي يمكن تجمع 20 عنصر من الاصدقاء، ولكن هنا مختلفه شويه القضيه عندنا هنا في امريكا. انا بعاده ديالي كنتفرج ديما في البيت. نعم كتفرج في البيت يعني كتفرج من الدار يعني. انا كنتفرج من الدار غالبا. نعم. هذه سنين وانا كنتفرج من الدار ويلا واحد المره ان شاء الله ملي يكون ان شاء الله الرباح نعاودوا نتواصلوا ان شاء الله مورا الماتش، ان شاء الله نكونوا كلشي ناشط فرحان. النتيجه 3-1 وكنبغي نسمع من جمهور فريق الوداد البيضاوي، هذا هو الراي ديالي. واخا وشكون اللي يلعب؟ شكون اللي غيماركي في اللعابه؟ انا كنظن الكرتي وضربه جزاء، ضربه جزاء اللي ماركا، وكنظن ان هدف الكرتي كاين، ثلاثه الاهداف مقابل واحد، هذه هي النتيجه اللي كنتوقع، خصوصا هو ان فريق الوداد البيضاوي الا شفت لك ضربه جزاء غادي هذاك الهدف الثاني اللي غادي يخليه العناصر ديال كازا الشيف خصهم يخرجوا وغادي ياخذوا هدف ثالث. وواحد الاشاره الله يخليك اخويا رضوان، هذا الحكم ما ديجا حكم من فريق الوداد البيضاوي، اش غنقول لك؟ ودابا ما نديرو البكا ورا الميت خساره. دابا صافي طلاطه غير بين قوسين كنتحفظ من هذا الحكم هذا وغادي تشوفو، ولكن المجهودات ديال الفريق وقوه فريق الوداد البيضاوي، وقلت لك مواقع المراهنات عطاو البورسنتاج ديال الاهلي والوداد البيضاوي نفس سكور، يعني ان بنسبه كبيره فريق الوداد البيضاوي غادي يفوز في هذه المقابله، وكنتمنى هذا الشيء اللي كنتمناه جميع.
وتحيه لك اخويا رضوان من نيويورك، وتحيه للجمهور فريق الوداد البيضاوي في جميع انحاء العالم. الله يطول عمرك، مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين ديالنا اينما وجدوا في العالم باسري. الحمد لله مرحبا بهم على قناتهم، قناه كل المغاربه، قناه الشعب، شوف تي في وشوف سبور. مرحبا بكم للادلاء بالراي ديالكم طبيعه الحال ومشاركة معنا في الامور اللي كتشوفوها انت من جانب تقني، كذلك النقاش حول التشكيله اللي دخل بها الفريق. كيف قلت لكم التشكيله اللي غيدخل بها الفريق هو التاغناوتي، العملود في اليمن، في اليسار كاين عطيطله، في لاكس سونترال كاين اشرف داري وفرحان، كاين قدامهم جبران الكارتي الحسوني، كاين قدامهم ونجم الكعبي ومصوفا. الاخ توبياس الفاطمي، توبياس فاطمي قال لي واش ممكن مصوفا يلعب راس حربه؟ لا، يبغي يلعب مع لي زاتاك دوز اتاكو، ما يبغيش يلعب بوحدو في اللاكس، لانه هو لا يجيد الضربات الراسيه والى اخره، هو لاعب اللي كيبغي يمشي في الجناب وكيبغي يهرب، لاعب سريع يعتمد على السرعه، واللي كيعتمد على السرعه دائما كيبغي يخلق مساحات، ما يبغيش يبقى مرهون ما بين المدافعين، فهمتي؟ باش فهم خويا توبياس، مرحبا. شوفوا الاخوه الكامل، ما رايك؟ ما رايك؟ مرحبا، ماشي مشكل. أنا جاوبت الأخ تا هو جاوبته. شوفوا معنا المكالمة. ألو، السلام عليكم. صباح مساء الله. مرحبا عمس. وكي دايرين بخير؟ وكي داير تا هو لوباس مزيان. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك، مرحبا خويا. زويل معك. ها؟ زويل، زويل رشيد. شكون؟ زويل رشيد؟ زويل. لا، ما يمكنش. علاش؟ زعما رشيد زاول تواضع معانا حتى للدرجة، وانا هو الازرق ولكن كيبغيش يتواضع. رشيد. حيد اللايف، حيد اللايف ودوي معايا من التليفون عادي، حيت كيبقى يتعاود الصوت. رشيد خويا. اللي ما تيعرفوش رشيد زاويل كان لاعب سابق في فريق الوداد الرياضي. كان كبر معانا اخونا واخلاق عاليه ما شاء الله، الله يسهل عليه في المسار ديالو. بارك كل خير. أيوة، مرحبا. مرحبا سي رشيد. هو شوف، هو ان شاء الله في، هو ان شاء الله في غادي نجيبو باذن الله. لما انا شفت فيه الا كان التركيز ديال اللعابه وكانت الحصه اللي هي محكمه، نعم، وما كان التسرع ديال اللاعبين ويعرفوا يجيروا، وهذيك كل خير ان شاء الله باذن الله. غادي يكون خير. غير هو الى واحد المساله اللي هي مهمه خويا رضوان. نعم. هو انا 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 بنزرت في الماتش ديال الفراق عبش بمصوبه والكعبي في راس حربه بجوج. يعني علاش ما لعبش بهم؟ بالرغم من ان الفريق الخصم كان جاي للدار البيضاء ومخلوع من الوداد وكيعرف القوه ديال الوداد وبقى تيلعب مع هذيك 4-3-3 اللي كنلعبوا حنايا، علاش ما كانش هذيك الزياده هجوم اللي خصها تكون؟ وكنفضل اليوم ان 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 مصوفا يكون راس حربه مع الكعبي، الكعبي ما يبقاش بوحده تما في الهجوم، وغادي يكون خير ان شاء الله على طريق الاجنحه اذا كان اوناجم في نهار وكان ملافي وكان هذا، راه غادي يكون خير ان شاء الله. هذا هو اللي والتشكيله الاساسيه اللي كنقول انها تتبان لي انا غادي يكون غيكون طبيعه الحال تاكناوتي العملوت عطيت الله لان انصاف معاك على تراجع ديال المستوى ديالو. غير انا من واحد الناحيه كنشوف كداري الجاهزيه ديالو باقا ما كايناش المقابله اللي غتكون حاسمه، ما نقدروش نغامروا به، يعني نخليو عطيت الله فرحان الدارو يكون قدامهم جبران وكرتي الحدوني وخصو يكون مصوفا اليوم ضروري حربه هو الكعبي، ما نعتمدوش على الكعبي بوحدو اخويا رضوان، كيفاش نعتمد على الكعبي بوحدو. شنو بالك في شنو بالك في داري وفرحان؟ الثنائيه ديالي فرحان كتجيني انا افضل من داري وابو الفتح. علاش؟ نتفق معك عرفتي علاش؟ شفنا في الماتش الاخر الطريقه اللي كيلعب بها، يعني كيحاول ما امكن ما كيرتكبش الاخطاء هو في الكاري ولا قريب من الكاري، يعني لعاب اللي كيخدم عقله، لعاب اللي ما كيتهورش ما كيمشيش ما كيمشيش مع لعاب انه يدير غلط ولا يدير حاجه، يعني كيمشي خرج الكره وكرته نقيه وغادي نعتمدوا عليه في الكره الراسيه.
راه ممكن اعتماد على هذا اللاعب هذا، راني عارف تبارك الله هذا مستوى كبير ماشي شي واحد اللي ودار اللعيبه ديالو راه غادي نوجه هذاك اللاعب قدامه، لان ضروري خصنا حنا شي واحد يكون في كرة العالم. وبالنسبه للتغييرات، التغييرات راه ما خصهاش تكون التغييرات اللي كانت قبل في الماتش ديال الاليسا الدقيقه 89 ودخل السعيدي ولا هذا، لان كيبان لي انا المدرب الى ما بانش الفرقه مشيه راه خصو من الدقيقه 60 يذكر التغييرات، ماشي تسنى حتى الدقيقه 70 ولا 80 ولا 90 عاد باش يبدا يلعبوا. شكرا ابا رشيد، شكرا لك، شكرا خويا. اتمنى الخير واتمنى التأهل لفريق الوداد البيضاوي، وحنا راه قلبنا مع الوداد، وحنا ان شاء الله مع الوداد وغادي يكون غير خير ان شاء الله خويا ان شاء الله. شكرا ابا رشيد زويل، شكرا لك، تحياتي خويا رشيد، شكرا شكرا للتواصل ديالك معنا، تحيه لك وتحيه سي عبد العالي الودادي المشاهبي، تحياتي اخي رضوان، توحشنا بزاف، الله يسر امرك، حد موفق لوداد الامه، شكرا لك خويا عبد العالي الودادي المشاهبي، وتحيه لحسن احيون، شكرا لك على الروح الرياضيه ديالك اخويا، تحياتي لك وتحيه لكاع الاخوان، تحيه لسي غيا حسن الدرافات، جمال المرواني، توبياس الفاطمي، سي رضوان فرحان لاعب واخا عنده بطاقه حمراء في ماتش بركان، لا البطوله ما عندهاش علاقه خويا توبياس باسميت، على اي شكون هذا اللي بغى يسلم على احمد توفيق، احمد توفيق او تحيه لك خويا احمد توفيق، احمد توفيق سولتيني على التشكيله، قلت لك تاكناوتي العملود عطيه الله داري فرحان جبران الكارتي الحسوني ونجم الكعبي ومصوفه، هذه هي التشكيله ديال فريق الوداد الرياضي، نخليكم مع هذا الروبورتاج على الملعب ونقول لكم نتلاقاو بكم ان شاء الله من بعد النهايه ديال المباراه، كونوا في الموعد.